أحلام تتوعد من قام بنشر تغريدة غير حقيقية بارتدائها كمامة من الألماس. وردت النجمة الإماراتية أحلام على تسريب خبر ارتدائها كمامة مرصعة بالماس ووبخت صاحب التغريدة التي تم تناقلها عبر السوشيال ميديا وهددته قائلة، حيث كتبت من خلال تغريدة: إذا خاطبك السفيه قل سلاما، وش أرد على واحد سفيه مثلك، بس لك رد مني بتشوفه قريبا. وأضافت أحلام تغريدة أخرى تقول فيها: من السفالة والسفاهة اللي يمرون بحياتنا. ومن ناحية أخرى قامت أحلام بنشر فيديو من خلال حسابها سناب شات، وقالت من خلاله: هو الكمامة هذه صورة وهذه صورتي، يعني أنا لابسة هذه الكمامة، يعني للأسف في المجتمع صار سفيه وتافه، يا رب العالمين فوق واجعلكم دايما ما تشوفوني إلا بالذهب والألماس. أحلام مرتدية أغلى كمامة بالعالم، يا أخي أنا جايبتها من جيبة أبوك، جعلني ألبس من راسي الألماس.